صعب نقدر نحدد سبب الوفاة إلا بعد تجميع كل أجزاء الجثة. دينا عبد الحي. وراحت حماتي قايله لي مع السلامه يا حبيبتي، وراحت متكيالي على السين. ايه اتكت على السين؟ تخيل، عارف يعني ايه؟ لا اقول لك، لما تتكلي على السين معناها روحي في 60 داهيه وغوري. رحت قلت ما بديهاش بقى ورحت سايبه لهم البيت. اهلا بيكم مره تانية، وفقرتنا الفنيه النهارده الحقيقه مميزه جدا جدا جدا. معانا فنانه شابه عرفناها لما كانت حماتها زي ما انتم شفتوا دلوقتي بتقول لها او بتتكي ليها على السين، واكيد عرفناها من اعمال كتير جدا، واكتر ان هي تعلقت كمان في دراما رمضان اللي فاتت، سواء بقى في دورها في مسلسل عفاريت عدلي علام او مسلسل كلبش او في مسلسل كمان كفر دلهاب. مش هتكلم كتير بقى عشان الحق اخد منها اكبر قدر من المعلومات. طبعا خلينا نرحب بالفنانه الشابه جيهان انور ونتك على السين. وانا بتكلك اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام. ما شاء الله اعمال كتير جدا جدا جدا، ويمكن كان اخرهم في رمضان اللي فات عفاريت عدلي علام مع الزعيم عادل امام طبعا. احساسك ايه لما كده حد يعني، انا عايزه الاول طبعا اعرف مين اللي قالك، بس عايزه اعرف كمان احساسك لما اتبلغتي انت هتقفي قدام الزعيم، عملتي ايه؟ ما كنتش فاهمه، انا كنت فاكراهم كنت فاكره مقلب ولا حاجه. ايوه. بس اول مره اشوف في الزعيم وهو معدي في الكوريدور وداخل عليا في اوضه الميك اب، انا بالظبط عامله زي يعني، هو كان احساس اسانسير انت راكباه اتقطع السلك بتاعه ده ولا الجنش بتاعه، فانت دماغك بتعمل تك 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 تك. هو بجد؟ هو بجد؟ هو بجد؟ لحد ما اتكلم لا ده بجد. بس فهو هو له هبه فظيعه. دي صوره طبعا ديكي مع الزعيم عادل امام. ده كان في الكواليس بقى. طب احكي لنا كواليس بقى كده الزعيم عادل امام. ايه يعني بيعمل ايه؟ بيقعد يهرج ويضحك ولا الناس بتبقى متنشنه؟ لا 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 خالص، مفيش تنشنه خالص في اللوكيشن. لا مفيش تنشنه خالص، وهو عارف كويس ان هو بيتعامل مع الممثل اللي قدامه ازاي. لما لقاني مخضوضه منه في هو اي حد الميكا. لازم طبعا يتخض. هو اللي جالي يعني، هو اللي دخل على مش جالي يعني، هو اللي دخل علشان يكسر هداكي يعني، هداني ويكسر حده الرهبه. اصل انت لما بتقفي قدام نجم كبير بالقامه ديت انت ما بتبقيش مش مصدقه ده بجد. طبعا انا كنت فاكره ان الموضوع عادي. لا هو ما هوش عادي. مش عادي، له هيبه كده وله رهبه. تقفي بعمل بروفا مش عارفه اقرا الورق، مع اني انا حافظه بس ما كنتش عارفه اقرا الورق. فهو ازاي بقى يخلي الممثل قدامه عشان هو طالع معاه مساحه كويسه، فازاي يفك الدنيا دي كلها؟ هو حد له طبعا، حد جميل جدا الزعيم عادل امام. طبعا في ناس كتير عرفت ان انت جايه معانا النهارده وطالعه في عسل ابيض. عايزه اقول لك جالي تليفونات بقى كتير جدا جدا جدا. نرمين احنا عايزين نعمل مفاجاه لجيهان، فاول مفاجاه ناخدها يلا قولي. الو 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 اللي الو. طبعا مش عارفه لسه الصوت قد لا ولا لسه عارفة. لا لسه. طب قول تاني، قول الو، قول اي حاجه. جيجي يا نعم. يا نهار ابيض، عمال عليك يا حبيبتي. طيب عايزه اقول ان احنا معانا النجم الجميل صاحبي وصديقي حبيبي عمرو عبد العزيز الفنان الجميل. يا عموري كلمتك الصبح ما ردتش عليا ليه؟ ها انا مش كلمتك الصبح انت عملت فيها نايم؟ انا عايزه اقول لك ان عمرو متفق معايا من امبارح ان هو عايز يعمل لك مداخله النهارده، بس عايزها سيربرايز، عايز مفاجاه. قال لي ما تقوليلهاش خالص. هو على طول بيعمل لي سيربرايز، هو على طول فخفخينا. اولا انا عايز اقول يعني اسلم على نيرمو. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ وحشتني يا عمرو والله قوي. والله العظيم وانت جدا حبيبي. جدا. ثانيا عامله ايه يا جوجو؟ بيسلم عليك. الله يسلمك يا حبيبي. صوتنا نعليه، نحاول نعلي الصوت يا جماعه معلش. أنا عايز أقول لجيهان ألف 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 مبروك على كل الحاجات الحلوة اللي عاملاها السنة دي. حبيبي. اللي عاملاها بعد صبر، اللي عاملاها بعد تعب. جيهان تعبت كتير جدا جدا، وكنت دايما أقول لها فاكرة جيهان فنجان القهوة بتاع المسرح؟ بتاع المسرح. أيوه حبيبي.
اقول لك اصبري مرسي عايز كرسي. اقول لها ربنا هيكرمك اصبري، لان بجد جيهان انا بسميها ابو قلب ابيض. هي جميلة يعني بجد، هي يعني قبل ما ندخل الهوا عايزة أقولك أن أنا قعدت أنا وهي نتكلم، شخصية على طبيعتها جدا وجميلة وفريندلي وحاجة يعني بجد نفسي أن فعلا كل الفنانين يبقوا كده، حاجة كده جميلة. لا جيهان من أطيب الناس اللي ممكن تقابليها بجد مش هزار، لأن أنا أعرف جيهان أكتر من 15 سنة. فحد عشان كده ربنا كرمها أن هي حد طيب، حد ما بيشيلش في قلبه، حد ربنا يهديه كده، لان الجنونه لما بتطلع بتاخدها في سكتنا كلنا. بيضحك عمرو. ايوه عمرو ده حد لما بكسبه في الطاوله ببقى سعيد جدا. ايه ده؟ بتكسبها دايما ولا ايه؟ بقى ايه في الطاوله بجد؟ انكري. بس انا اخر مره انا اللي كسبتك يا عمرو. مش مشكله، دي مره من نفسك يا جيهان. يلا هو سابها لك يا جيهان. ايوه يا بيه. طب عمرو هتجي لنا امتى يا عمرو؟ انا يعني وقت ما تطلبه، بس انا اليومين دول الدنيا عندي متدردشه شويه، ان شاء الله هجيكم قريب. وانا مش عايز اطول عليكم عشان اكيد في ناس عايزه تتصل. انا بقول لكم انتوا الاثنين بجد وحشيني جدا 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 حبيبي. ومبروك يا جيهان على كل الحاجات الحلوه حبيبتي اللي انت عملتيها السنه دي حبيبي. وربنا يكرمك ودايما من احسن لاحسن يا رب. تسلم يا حبيبي. بشكرك الفنان والصديق عمرو عبد العزيز. ناخد تليفون تاني. طيب قول انت. الو 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 جيهان. ايوه ازيك يا عمر؟ رموز حبيبي. انت النهارده كل اصحابك عاملين لك مفاجآت. رموز ازيك يا رامي؟ عامل ايه؟ طبعا معانا الفنان الجميل رامي وحيد. رامي انت يعني مكسر الدنيا على طول يا رامي. ربنا يخليك. كان معاكوا حد بيتكلم من شويه، يا ريت ما تتداوش ولا كلمه. استاذ عمرو عبد العزيز يعني هيطلع اسمه اصلا مش عمرو عبد العزيز. قول اي كلام. لا ده حبيبي وجيهان طبعا عشره سنين وعشره يعني ورشه يعني اتعلمنا فيها، وكل انواع الفن والوان الفن، وهي اكيد اتكلمت في الموضوع ده. كان هو الكابتن بتاعي. عشره البدايات بقى، عشره احلى ايام. ناس جميله وكلهم دلوقتي ما شاء الله عليهم نجوم جامدين جدا. و انت معاكي اطيب خلق الله يعني جيهان من انظف الناس اللي الواحد. انا شايفه ان كله ما شاء الله عمال يقول ان انت طيبه يعني طيبه. بس بقى هيقول لك تاني بقى هيجي في الاخر يقول لك بس بعيد عن الجنونه بتاعتك. مجنونه هي فعلا الهبة ما بتيجي ولا ايه؟ والله الناس الطيبين دايما هم اللي ما بيحبوش الحال المايل يعني. ده حقيقي. فاكيد لما قدامها اي حاجه هتعبر يعني. ما فيهاش جيهان ما عندهاش اللقم بتاع الناس اللي بتبقى جواها حاجه تخفي حاجه وتبطن حاجه تانية. بالعكس اللي في قلبها على لسانها وشخصيه طيبه وجميله، وبتمنى لها كل خير. وما شاء الله السنه دي عامله حاجات حلوه قوي مع الزعيم وفي كلبش وما شاء الله حاجات كتير يعني. انا مش عايز اقول يعني ما شاء الله بيومي فؤاد بالستات يعني ما شاء الله جيهان. ربنا يكرمها. بركاتك يا بيومي. بركاتك يا بيبسي. طب رامي قول لي انت ايه الجديد عندك؟ كل خير ان شاء الله يعني ربنا يسهل. بس لسه يعني مشكلين كتير يعني عارفه بعد ما الموسم يخلص. بس يعني ربنا يسهل. انت في الساحل ولا ايه يا رامي؟ انت في الساحل؟ ها؟ في هوا صح؟ انت مش سامعني. انت في الساحل بقول لك؟ ايوه في الساحل صح. سامع صوت الهوا؟ والله سامع صوت الهوا. يا بختك يا رامي. الله يسترك انت كده كل حاجه مش عارف. احنا هنا عندنا اقوى جهاز مخابرات الحقيقه يعني. لا خالص والله يعني انا مبسوط اني بتكلم معاكم جدا. واحنا كمان يا رامي بجد مبسوطين، ويعني نفسنا ان شاء الله برضو تنور استوديو عسل ابيض في انتظارك ان شاء الله. بشكرك رامي الفنان الجميل الخلوق رامي وحيد. ناخد تليفونات على طول بقى. يلا بقى معانا مين؟ معانا الفنانه الجميله عبير فاروق. يا رؤى. يا عبير. الو ازيك عامله ايه؟ الحمد لله مساء الخير عليكم جميعا. مساء الفل والعسل الابيض عليك. العسل الابيض عليكم جميعا يا رب ان شاء الله. يا رب معانا منورين دايما ومنوره يا زيزي يا حبيبه قلبي. حبيبي يا رؤى. صحابك النهارده كلهم أيوة. مسيطرين على التليفونات. ايوه حبايبي. وبعدين انت جايبه كلهم عشره عمري يعني ما
مفيش حد فيهم من صحابي الجمال برضو الجداد يعني عبير اعرفها من زمان، وعبير انا اصلا يعني انا مش صغيره، انا يمكن اكبر من عبير بس انا انت ليه بتكبري نفسك؟ ايوه ليه؟ عبير احنا عبير احنا الصوت معلش فيه مشكله، احنا هنكلمك تاني. بس انا من المعجبين عبير من ساعه ما كانت بتعمل كارمن ومع سيمون واستاذنا الكبير محمد صبحي، فانا كنت من معجبينها. وبعدين لما لقيتها بقى وعرفنا بعض بعد لما ابتديت ان انا ادخل المجال تاني، عشان كنت قعدت شويه وكنت فنون شعبيه فرقه رضا، وبعد كده قعدت شويه وبعدين رجعت تاني. على طب عبير رجعت لنا تاني. يلا يا بيرو. الو. لا كده الصوت تمام، كده الصوت زي الفل، اتفضلي. كده تمام، مساء الخير عليكم جميعا يا حبيبتي. وطبعا جيجي حبيبتي مبروك، الف مبروك. ما شاء الله يعني السنه دي انت كنت منوره، وانت طبعا مش محتاجه شهادتنا، انت ممثله جامده جدا جدا وعملت حاجات مميزه جدا، يعني سواء تراجيدي كوميدي فانت هايله يعني، فاتمنى اشوفك دايما منوره حبيبتي الشاشه. تسلمي لي. وكنت عظيمه جدا فهربانه منها. انا بحبك جدا. وانا عايزه اقول لك ان احنا برضو قبل ما ندخل كانت عماله بتقول عليكي شعر، يعني عماله تتكلم عليكي كلام مش قادره اقول لك عامل ازاي. ميرسي حبيبتي والله، ده هي ذوق كلها. وبعدين انا بحب جيجي جدا، انا بشوفها ممثله هايله متغيره بتعمل كل حاجه، فانا كانت عجباني قوي في كلبش، يعني دورها كان يعني ماسس قلبي قوي، يعني هي صادقه في كل مشاعرها وفي كل حاجه، في تفاصيل وشها حتى، وفي هربانه منها كانت فظيعه، يعني انا كنت بقعد فطانة على روحي من الضحك منها. فهي متنوعه ولسه عندها حاجات كتير على فكره، جيجي لسه ما طلعتش كل واضح ان هي لسه هتدي حاجات وهنتفاجئ بيها الفتره اللي جايه. لا الفتره الجايه ان شاء الله انا متفائله لها جدا جدا، يعني ربنا يوفقها دايما ودايما منوره كده الشاشه حبيبتي. حبيبتي كبير جدا ليكي. انا وانت يا رب. يا رب تعيننا جميعا يا رب. ميرسي جدا ان انت سمحت ان انا اكلم، انا جدا يعني انا ما تنساش. نورتي استوديو ونورتي تليفون عسل ابيض، بنشكرك. وبصي لي ساسا صاحبي حبيبي. طيب خليني اقول لك وارجع للتصريحات اللي احنا شفناها، كان ليكي تصريح ان انت نفسك تمثلي قدام الفنان خالد النبوي، اشمعنى خالد النبوي؟ خالد معرفش، هو في حاجه كده غريبه، هو فنان يعني معجون بالفن، ما بحسش ان هو بيمثل، ابهرني في الديلر. وانسان متواضع وما بلاقلوش، يعني هو فنان كبير جدا وبس، هو مش عارفه، هو اكيد حاسس بده، بس هو يستاهل بجد العالميه. ما بيجي يشتغل بيشتغل بصدق قوي، وتفاصيله حلوه جدا في الشغل. من تايه في امريكا وانا اتفرجت على الفيلم وانا شفت الفنان ده، وما كنتش لسه ابتديت امثل برضو، كنت قاعده في الفتره اللي انا قعدت فيها. بس انا قلت لا، ده لازم يبقى في منطقه تانيه جدا خالص. طيب نرجع لعسل اسود، مش عسل ابيض. عسل اسود. طيب كان في صور هنشوفها. طب نشوف الكومنتس دي ايه. الاجازه هاشتاج الاجازه مي. وحشتيني قوي. وحشتيني. ده انا قربت ده في عسل اسود صح كده؟ ما انا كنت عايزه اتكلم على عسل اسود واقول لك ان موضوع ان حماتك لما تقول لك ايه تتكي على السين، عايزه اقول لك انه علق مع الناس. انت كنت متخيله ان الافيه ده يعلق كده مع الناس؟ لا 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 لا، ما كانش في دماغك اصلا. لا هو بس ده كان مكتوب. هو عسل اسود عشان انا كمان ما كنتش فاهمه يعني ايه السينما، وكان اول حاجه اعملها، ما كنتش عارفه يعني الفيلم هيتظبط ازاي، كنت فاكراه حاجه صغيره، ما كنتش متخيله ان هو كده، ما كنتش ببقى عارفه ان انت هتقولي لازمه او هتقولي الجمله دي هتعلق مع الناس، عكس احتمال دلوقتي شويه فتبقي فاهمه شويه تقولي ايه، لا الكلمه دي ممكن تعلق مع الناس، الحركه دي تعلق مع الناس. لكن يعني في رمضان اللي فات شفنا الفنانه زينه في كلمه انت اغلى حد في حياتي، انت مش عارف انت اغلى حد في حياتي ولا ايه؟ الكلمه دي عايزه اقول لك، طبعا انا ما اعرفش هي كانت مكتوبه ولا لا في السيناريو، بس كل الناس دلوقتي ماشيه تقولها لبعض، انت مش عارف ان انت اغلى حد في حياتي ولا ايه؟
يعني طبعا اكيد انت طبعا كنت مشغوله في رمضان واكيد ما اتفرجتيش على الحاجات. طيب خليني اقول لك، واحنا زي ما بنقول انت كنت مشغوله وبتصوري لغايه في رمضان، كنت ازاي بتقدري تفصلي من الشخصيه دي للشخصيه دي؟ ويمكن رامي اللي قال ولا عمرو قال بيومي فؤاد. لا هي ما الله اكبر مش بنحسدك. لا 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 خالص. هو يعني انا اخذت 3 اسابيع الاول بصور عفاريت عدلي علام، بعد كده ستوب شويه ورحت 10 ايام اصور مرمر كفر دلهاب، رجعت تاني. يعني كان بيبقى فيه بريك في النص. كان بيبقى فيه بريك في النص، ما هو برضو المساحات مش كبيره لدرجه ان انت كل يوم شهرين، ده حتى يعني مش بطل عمل، فتقدري تقولي ان انا كنت مشتته ما بين الاثنين. وهو الحمد لله انا لما ببقى بلبس لبس الشخصيه بنسى حاجه ثانيه، بركز في اللي انا فيه ده دلوقتي. بعد كده بتتقلى خلاص، ما انا جيهان برجع تاني. بترجعي تاني؟ بس احيانا كده ايه شخصيه تروح ايه ضربه معاكي في الحياه العاديه عشان تروح لها قوي. يعني يمكن في كلابش انا صورته قليل جدا، بس يمكن كنت اتمه قوي في العادي. بجد؟ طبعا الناس دلوقتي هتقولي انت اصلا اتمه في الحياه. اقول له لا لا، عايزه اقول لكم ان هي شخصيه طيبه جدا وشخصيه جميله جدا. لسه مكملين طبعا معاكي حوارنا، لكن نطلع لفاصل ونرجع لك تاني. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الفنانه الجميله جيهان انور، لكن بعد الفاصل. ولسه مكملين مع حضراتكم والفنانة الجميلة جدا 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 جيهان أنور. برحب بك مرة تانية جيهان. حبيبي نوني. كان ليكي مغامرة كده، احنا محضرين برضه الصور متحضرة يا جماعة، الصور جاهزة. فضحتي كمان بالصور؟ لا لا، بصي بقى هنشوف صور دلوقتي وانت ليكي مغامرة مع جايزر. ايه بقى؟ يا ماما ايه بقى ده؟ ده كان اعلان واتفاجئت ان الراجل الجبار ده هو اللي بمجايفر هو اللي بيشتغل. تمام انا عادي يعني فاكره، بس طلع مجنون يا ماما، مجنون عربيات يا ماما. بس اول ما ركبت معايا انا لقيت نفسي بتخطف بالعربيه، قال لي اربطي الحزام. قلت له ليه؟ قال لي اربطي الحزام، وراح خاطفني بالعربيه عشان يكسر. انا بخاف، انا بسوق فبخاف اقعد جنب حد بيسوق. ده مش ده بيخمس ويبقى طالع على المعرفش المية وكام. ده سؤال، كان فين الكلام ده؟ في منطقة فاضية طبعا. فاضية في المعادي. في المعادي. وهبقت معاه ان في اخر الاعلان خالص مشي بجد. كنا بنعمل المطاردات بتاعت الاعلان جوه العربيات بتاعته. يعني ما كانش نيتش احيانا بتبقى اشاره، فهم متمرنين بيعملوا ايه، فالواحد هادي شويه، لكن يجي في الاخر ياخد بجد بعكس الاتجاه في الشوارع. خلي بالك هو برضه متمكن، يعني هو حد جبار مش متمكن بس جبار. ده انا اتكسرت. لا والله. والله هو في الاول قال لي ايه الاخبار، جس فيكي حاجه؟ قلت له لا انا عندي فقرتين قطنيه وفقرتين عنقيه. نزلني والنبي خلاص. انا عملت له فيها قتيله. يا مؤمنه ده بيطلع في مستشفى هنا في زايد، طلع على الكوب على مكان كده عالي وراح ضرب التخميسه بتاعته، لقيت العربيه عملت كده في وش الباب ودخل من باب المستشفى. نعم. يا جماعه احنا عايزين، عشان لو حد اطفال بيتفرجوا علينا ده غلط، ده عشان هو حد فاهم، حد محترف، حد إيه ده يعني عارف هو بيعمل ايه، ف يعني بلاش نقلد عمر. طيب خليني ميرسي جدا بصراحه. طيب ارجع تاني للزعيم عادل امام. كان بيدخل مثلا وانتوا قاعدين بيديكي نصايح، يقول لك مثلا جيهان اعملي كذا، لا ما تعمليش كذا، اداكي نصايح كده فادتك حياتك ايه بقى؟ طبعا. هو انت ينفع ان انت تمثلي قدام يعني حتى لو هو ما ادانيش انا هروح اقول له قولي اي حاجه، قولي اي حاجه. هو انا عندي دايما بتكلم بسرعه، رتمي سريع قوي كده، فبتكلم بسرعه فممكن تلاقيني بسف الكلام احيانا. فهو كان دايما يقول لي استرسي على الكلام، استرسي على السين، استرسي على الكلام، انا مش سامع غير صريخ منك. طب ايدي وطلعي الكلام كده بسرعه زي ما انت عايزه، بس طبعا لازم تستفيدي منه. يوجهك في الوقفه، انت يكفي ان انت تقفي تتفرجي عليه طبعا. بس كده اتعلمتي. ده حقيقي انا بموت فيه، ربنا يديله الصحه يا رب يا رب، خليه يقدم فن كتير 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 علشان
نتعلم منه اكتر واكتر. ده حقيقي يا رب. طيب خليني اعرف بقى اخر حاجه، الجديد عندك ايه؟ ناويه تعملي ايه؟ سينما، دراما، مسرح؟ اخ يا ريت يا ريت مسرح. النبي شغلوني مسرح الله يخليك. بعشق بس صعب المسرح. المسرح صعب جدا. لا. بس انت ليه دراستك كانت مسرح؟ انا بعشق المسرح ودراستي في مركز الابداع كانت مسرح، بيعلمونا كل حاجه بس هو الارتجال والمسرح اكتر حاجه، فك العقدة من اللسان بشكل فظيع عشان أستاذ خالد جلال بقدم له تحية طبعا أستاذي. لما أنت بس يقولي كلمة وأنت هتلاقي نفسك بعد كده بتبني عليها مشاهد كتير وبترتجلي عليها كتير، فالراجل ده عظيم طبعا وخيره علينا في التعليم في الوسط ده كبير جدا. يعني جيهان انور دي دعوه للفنانه جيهان انور ان هي نفسها تمثل مصر. واحنا نفسنا المسرح يرجع تاني بقى. هو كانت حصلت له انتعاشه كده فتره بس ما اعرفش ليه على طول وقفت تاني. حتى المسرح الحر اشتغل كويس جدا والتجارب المسرحيه وكانت تجارب ناجحه جدا ومحترمه جدا. ما اعرفش بتقف ليه ولا نتمنى طبعا ان ده يرجع تاني. لكن في سينما او دراما حاجه بجهز حاجه سينما بس هو يعني السكريبت بيتعدل تاني. مع مين؟ اي حاجه كده يعني. والله هو لسه التعاقدات شغاله والترشيحات شغاله يعني اول ما هنوصل لحاجه هكلمك. متوقع انه ينزل في العيد؟ لا العيد ده لا العيد ده العيد صغير ما اعتقدش. لا العيد يعني الكبير اللي هو الكبير صغير. ايه ده صغير؟ صغير عدى حضرتك. صغر خلاص ده كبر. العيد الصغير يعني لسه كبر لازم يكبر ما ينفعش العيد. احتمال والله ما اعرفش. لو هو يعني هو الاخراج خلاص احنا الورق لو خلص على طول ممكن نخش نشوطه باذن الله بسرعه. انا بشكرك شكرا جزيلا. انت نورتيني وشرفتيني وشرفتي استوديو عسل ابيض حبيبتي وبجد كنت مبسوطه ان انا معاكي النهارده. ميرسي نوني. ميرسي انا اللي بشكركم وبالتوفيق يا رب. وميرسي على المفاجاه الجميله وميرسي لكل اصحابي اللي كلموني وميرسي لاساتذتي اللي ادوني الفرصه ان انا اكون موجوده دلوقتي بشغلي في رمضان وعسل احسن ان شاء الله. ان شاء الله ونهارك ابيض. طيب طبعا انا بشكر الفنانه الجميله جيهان انور وهنطلع لفاصل وانا كده خلاص خلصت فقراتي النهارده. ويك اند سعيد عليكم ان شاء الله. جمعه وسبت اجازه اشوفكم يوم الاحد. لكن دلوقتي هسيبكم مع زميلتي شيرين في فقره خاصه جدا عن ديكورات الافراح. استنوها بعد الفاصل.